النادي الأهلي العظيم في كل مكان. مساء الخير، مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله يعني يمكن مع حضراتكم بيتجدد هذا اللقاء، والحقيقة عايزة أقول إن إحنا بنكون سعداء جدا من خلال الوقت اللي بنتواجد فيه معاكم على مدار 3 ساعات من الحد للخميس. تابعونا، وبنوعدكم إن هيكون في مفاجآت حلوة جدا وهتعجبكم جدا في الفترة اللي جاية. وغير طبعا إن إحنا بنناقش كل القضايا، أو بنحاول نعمل كده يا جماعة، إحنا بنفتح ملفات تهم كل أهلاوي محب لهذا الكيان واقف معاه على الحلوة والمرة. فإن شاء الله اللي جاي أحسن، بس طبعا البيت الكبير. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا سام، أهلا بك. إيه؟ طبعا برحب بيكي وبرحب بكل جماهير النادي الأهلي العظيمة وكل واحد بيشاهدنا على قناة النادي الأهلي. زي ما احنا متعودين إن شاء الله تكون حلقة تستفيدوا منها، وإحنا كمان بنستمتع زي ما قالت سهام إن احنا بنكون موجودين معاكم، ويبقى وقت سعيد جدا جدا لينا. النهاردة طبعا ضيوفنا أو ضيفي في الفقرة الأولى الأستاذ عصام شلتوت، مدير تحرير اليوم السابع. هنتكلم معاه ملفات كتيره جدا زي ما اتعودتوا، احنا بنفتح ملفات مهمه في الفتره اللي فاتت، في ملفات كتيره جدا فتحت النهارده. على سبيل المثال في هنفتح ملف الاف سي، معنا التراخيص ازاي يكون في انديه مرخصه، انديه محترفه، هنناقشه دوت مع الاستاذ عصام شلتوت. كمان ملف مهم جدا جدا، يمكن النهارده يمكن الكاف بعت مواعيد ارسال القوائم بالنسبه للاعيبه والفرق اللي هتمثل مصر في على المستوى الافريقي، سواء على بطوله افريقيا او الكونفدراليه، في ميعاد اخره 20 اكتوبر. ده بيحط الجبلايه شويه في خانه الياك بمعنى صح، الله يكون في عونهم. ده هنناقش كمان دوت مهم جدا نناقشه مع الاستاذ عصام شلتوت. وعندنا كمان احتفاليه، هتكون احتفاليه في البيت الكبير بفريق شباب النادي الاهلي لكره اليد مواليد 2002، اللي طبعا تألقوا الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا كعادتهم، يعني هم متألقين دايما، لكن خلينا نقول هم طبعا فازوا بدور المرتبط. الحقيقة مش احتفالية كبيرة، لكن مهم جدا ان احنا نسلط الضوء على كل واحد مجتهد، على كل ناشئ، وخاصة قطاع الناشئين. احنا ما بنركزش بس على النادي الأهلي في كرة القدم والفريق الأول، لا، احنا كمان بنسلط الضوء على كل من يتألق في النادي الأهلي من قطاع الناشئين. وده مهم جدا ان الولاد يحسوا ان في اهتمام بيهم، ان في العين عليهم، ان بس مش الفريق الأول على مستوى النادي يا سهام دايما، لكن مهم جدا قطاع الناشئين، مهم جدا زي ما اتكلمنا مش في الكوره بس. النهارده معانا ابطال قادمين ان شاء الله في كره اليد، هيكونوا موجود معانا ان شاء الله، ان شاء الله ونحتفل بيهم ومشرفينا، ودايما رافعين يعني اسم النادي الاهلي واسم مصر دايما رقم واحد. يلا نروح للاخبار. نروح بقى للاخبار سريعا، ودايما بنبدا من البيت الكبير. النهارده ال 48 ساعه اللي ادها فايلر للعيبه خلصت بسرعه. النهارده رجعوا تاني للتدريبات. النهارده فايلر كان بعد ماده الراحه لمده 48 ساعه للعيبه بعد مباراته الاخيره طبعا مع المصري اللي الاهلي كسبها 2-0، وخلاص يعني يمكن النهارده بيقرب من خطوه جديده من الحفاظ على لقب الدوري له. قبل بدايه التدريبات النهارده اللي كانت بالليل، فايلر كان عقد محاضرة مع اللعيبة قبل انطلاق المران اللي أقيم النهاردة على ملعب التتش، بيستعدوا لمواجهة وادي دجلة اللي هكون إن شاء الله يوم الجمعة في منافسات بطولة الدوري الممتاز. كمان النهاردة فايلر كان حريص جدا إنه يتكلم مع اللعيبة عن أهمية الماتش ده، ماتش وادي دجلة، وقد إيه مهم وضروري إن هم يحققوا الفوز، علشان زي ما كنا بنتكلم امبارح عايزين نخلص ملف الدوري ده بدري بدري يا جماعة، لأن عندنا بطولة مهمة نتفرغ ليها بسرعة ومن بدري، هي بطولة أفريقيا. بطولة أفريقيا يا كابتن هاني زي ما بنقول الحلم دلوقتي. ده طبيعي يعني أكيد ده الحلم الأكبر، يعني زي ما بنقول الهدف الأكبر حتى على مستوى اللاعبين، على مستوى المجلس الإدارة، على مستوى المدرب. فزي ما احنا قلنا النهارده فايلر بيشرح كمان البرنامج التدريبي بشكل نظري، وطبعا وحرص على شرح بعض النقاط في أداء المنافس اللي هو وادي دجلة، طريقة لعبه ازاي، اتفرج على بعض المباريات اللي أداها وادي دجلة في الفترة اللي فاتت، ركز الجهاز الفني النهارده كمان في التدريب على الكرة، يعني عمل تقسيمة كده صغيرة ما بين فرقتين بدون حراس مرمى، وبعدين
شارك دخل حراس المرمى في المشاركه في التقسيمه ديت، الغرض منها تنفيذ بعض الجوانب الفنيه والخططيه. يعني احنا عارفين دايما المدرب بيبقى عنده مقسم التدريب لاجزاء، جزء ممكن احماء وبعدين جزء خططي. النهارده بايلر عمل تقسيمه مع اللعيبه بدون حراس مرمى، وبعدين دخل حراس المرمى، وكل ده طبعا في اطار استعدادات، وزي ما انت قلت مباراه مهمه قدام فريق اعتقد منتظم بشكل كويس. صحيح. فريق وادي دجله بيقدم كره حلوه، فهنتفرج على ماتش حلو اكيد. يعني الاهلي ودجله ان شاء الله نتفرج على مباراه حلوه. توقع النتيجه؟ يعني ان شاء الله فوز النادي الاهلي، لكن مش عايز اقول الماتش مش سهل، يعني الماتش برضو صحيح. مش سهل. المباريات مش سهله، لكن عايزين زي ما انت قلتي واحنا دايما بنقول عايزين ان شاء الله نقفل ملف الدوري ده ونحسمه ان شاء الله بدري عشان ان شاء الله البطوله الافريقيه ان شاء الله. النهارده كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره كان في جلسه كده ما بينه وما بين طبيب الفريق دكتور خالد محمود على هامش التمرين النهارده. التمرين طبعا كان على ملعب التتش، كان بيعرف منه اخر المستجدات بخصوص حاله اللعيبه المصابين. احنا عندنا سلية شحات النهارده بيقوموا بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي علشان يتجهزوا للمرحله اللي جايه، فكان النهارده طبعا سيد عبد الحفيظ بيطمن على حاله اللعيبه المصابه. طبعا اللعيبه المصابه في النادي الاهلي يمكن عدد، لكن الحمد لله بيتشافى. يعني محمد محمود داخل، شفنا الفتره احمد الشيخ دخل بشكل كويس، نجمنا كمان عمرو السلية لاعب كبير وسط الملعب عندنا في النادي النهارده ادى جلستين علاج، جلسه علاج طبيعي، وكمان دخل الجيم ضمن برنامج العلاج اللي بيخضع عليه عمرو السلية تحت اشراف طبعا الجهاز الطبي بالنادي. وعارفين ان السلية كان يعني جات له اصابه كده في العضله الاماميه بعدته عن المشاركه طبعا في المران الجماعي للفريق، وبيقوم طبعا بتنفيذ برنامج علاجي وتاهيلي، وان شاء الله يرجع ان شاء الله بسرعه جدا ويشارك تاني ويتالق بشكل كويس. صحيح. عمرو السلية وحسين الشحات، حسين الشحات زي ما كنا بنتكلم امبارح النهارده يمكن بدأ كمان او بيكمل تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي له في مقر النادي في الجزيره بعد جراحه الفتاء اللي عملها في شهر 6 اللي فات، ودي يمكن اللي ابعدته عن المشاركه في المران الجماعي خلال الفتره اللي فاتت. النهارده كابتن شحات ظهر بشكل كويس وقام بتدريبات منها الجري حوالين الملعب، ده كان على هامش مران الفريق، وبعد التدريب ده خضع لجلسة علاجية وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت برضو إشراف الجهاز الطبي في النادي علشان يجهزه ويعود مرة أخرى للمشاركة، يعني خلاص المشاركة الجماعية مع الفريق، دخول في التدريبات الجماعية. وعندنا كمان خبر كويس اعتقد احنا كنا اتكلمنا هنا في البيت الكبير، وان اعتماد فايلر على قطاع الناشئين، واتكلمنا على قطاع الناشئين واحنا حابين دايما نشوف ولاد النادي ولاد قطاع الناشئين موجودين في الفريق الاول. النهارده في خبر ان الفريق اللي بيضم طبعا فايلر بيضم حارس صاعد اسمه حمزه حسين، ده من قطاع الناشئين، ده مواليد 2002. حمزه اشترك النهارده في التدريبات الجماعيه للفريق الاول، حارس مميز جدا جدا، انا على فكره شفته كمان على الطبيعه كان بيلعب في مواليد 2002. النهارده اتمرن تحت قياده طبعا ميشيل مدرب الحراس، طبعا التمارين اشتمل على التصويب من زوايا مختلفه من الملعب، التركيز على الكرات العرضيه كمان، غير طبعا هذا اللاعب او هذا الحارس من قطاع الناشئين النهارده طبعا رباعي حراسه المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومعاهم حمزه، كان في تدريبات قويه جدا جدا. طبعا استعداد لوادي دجله المقرر ان شاء الله مباراه يوم الجمعه اللي جايه. طبعا الحراس يعني انت عندك في النادي الاهلي اسماء حراس مميزين جدا، ودايما المنتخب يمكن الوطني المنتخب المصري ده على مستوى التاريخ هو دايما هو دايما صحيح الحارس المنتخب الوطني دايما بيكون من النادي الاهلي، فدي خطوة جيدة جدا. النهاردة كل واحد بذل جهد وتعب وعمل إنجازات وتاريخ في مصر بيتكرم هنا، ولازم بيتم تكريمه بالشكل اللائق له. علشان كده اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة قررت تكرم المدربين المصريين اللي حققوا إنجازات مع منتخب مصر. فعملت إيه بقى؟ وضعت او يعني في الفتره ديت بيتم تجهيز صورهم هتكون موجوده في على مدخل الجباليه ضمن عمليات التجديد الحاليه اللي بيقوم بيها اتحاد الكره، على راسهم طبعا كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه، كابتن حسن شحاته، شوقي غريب. النهارده اللجنه الخماسيه خلدت اسماء واساطير الحقيقه اساطير الكره المصريه في نادي المية بوضع اسمائهم على جدران اتحاد الكره
على رأسهم حسن الشاذلي، مصطفى رياض، السيد الدزوي، محمود الخطيب، حسام حسن، في أسماء كتيرة جدا. فالنهاردة كمان يمكن مسؤولين اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة بيقوموا ببعض التعديلات على مبنى الجبلية زي ما قلنا، وبيستعينوا النهاردة بإحدى الشركات علشان يطوروا مدخل مقر الاتحاد تحديدا. وفي كمان صور لقمصان منتخب مصر هيتم وضعها مع جانب طبعا الصور اللي اتكلمنا عليها، الى جانب صورة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي. كل ده اجراءات يعني نقدر نقول عليها شكل من اشكال التكريم اللي بيجهزها اتحاد الكوره كمان لمحمد بعد ما تم تتويجه بلقب البريمير ليج. شيء مهم جدا، اعتقد كان متأخر من فترات طويلة طبعا، بس الحمد لله انه حصل. لا يعني صحيح، انا بتكلم ان اللجنة الخماسية رغم المشاكل اللي بتمر بيها، لكن بصراحة بكل امانة بتشتغل بشكل احترافي. النهاردة بتطوير مبنى اتحاد الكورة، طبعا اتحاد الكورة المبنى كان محتاج الكلام دوت من فترة طويلة، وكمان تخليد اسماء النجوم العظام اللي مثلوا مصر في اكتر من 100 مباراة دولية، كمان بيتم تكريمهم، هيوضع اسمائهم على جدران اتحاد الكورة. ده غير طبعا تكريم نجمنا الكبير محمد صلاح اللي يستحق كل التكريم، ويكون ليه طبعا ممكن يكون كمان ليه تمثال داخل اتحاد الكوره. لكن اتحاد الكوره بيمشي اعتقد في خطوات حتى على المستوى التطوير النفسي والتطوير المبنى بشكل رائع جدا، نتمنى لهم طبعا كل التوفيق. من هنا برضو نروح لمنتخبنا الوطني، الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر طبعا بيحاول يعني اكيد يحقق نتائج ايجابيه في الفتره اللي جايه، وطلب من اللجنه الخماسيه انه عايز يلعب مباراه وديه في شهر نوفمبر اللي جاي. حال طبعا موافقه اتحاد الكوره على هذه المباراه، كابتن حسام حسن مع جهازه الفني هيشوفوا يلعبوا مين في فتره اضافيه كمان في شهر نوفمبر اللي جاي. عايز يبقى معسكر طويل زي ما اتكلمنا هنا في البيت الكبير، ان الكابتن حسام قال مش هعمل معسكر في اكتوبر، لكن هضم معسكر اكتوبر لنوفمبر تكون الامور اطول وافضل بالنسبه له. طبعا استعداد مباراتي توجو في الجولتين الثالثه والرابعه في تصفيات المؤهلة الأمم أفريقيا بالكامل. كان زي ما احنا عارفين توقف للمنتخب في شهر أكتوبر، من المرجح أن يتم إلغائه زي ما قلنا من قبل المنتخب، مقابل زي ما اتكلمنا هياخد المعسكر دوت اللي كان في أكتوبر أسبوع هياخده ويضمه لمعسكر نوفمبر في فترة التوقف في شهر نوفمبر، عشان طبعا خد مباراة ودية قبل طبعا أو استعدادا لمباراتي توجو. محمد بركات طبعا مدير الفني للمنتخب أكد على أن الجهاز الفني بحث كل الأمور المتعلقة بمصلحة المنتخب الوطني عقب طبعا قرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحلة اللي جاية، من أجل الوقوف طبعا على أنسب الحلول اللي تراعي تحضيراته واستعداداته ومواجهة منتخب توجو في طبعا مباراتي الجولة الثالثة والرابعة خلال الأجندة الدولية في نوفمبر اللي جاي. ده طبعا في مشوار التصفيات المؤهل لكأس الأمم الأفريقية. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الفترة اللي جاية، ونشوف أفضل الحلول، وبإذن الله يعود المنتخب المصري ليه طبعا إنجازاته ومكاسبه. ده لأن كمان كابتن حسام وجهازه محتاجين كمان جدا جدا الفترة اللي جاية يكون فيها انتصارات ويكون شكل أداء المنتخب بشكل جيد إن شاء الله. ومحتاجين إنه كابتن حسام البدري كمان يعني بتمنى إنه يعني يضع إيديه يعني على العناصر المتميزة، العناصر المتميزة دي هي اللي هتخليه يحقق أهدافه، وهي اللي هتحقق يعني اسعاد الجماهير. كابتن هاني ده حقيقي، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. كل التوفيق للكابتن حسام البدري، مهمه مش سهله، مهمه طبعا. صعبه لكن احنا عندنا كل الثقه في الجهاز الفني أكيد. والجهاز الاداري لمنتخبنا القادم ان شاء الله. ان شاء الله النجم الخلوق حسني عبد ربه نجم منتخب مصر والاسماعيلي السابق النهارده كان بيطمن الناس على حالته الصحيه. ليه؟ لانه النهارده اتفاجئنا انه تعرض لوعكه صحيه مفاجاه، وتم نقله بسببها لواحده من المستشفيات لتلقي العلاج. ده بعد ايه؟ بعد ما كان في ازمه اخيره ما بينه وما بين مجلس اداره الدراويش برئاسه المهندس ابراهيم عثمان، لما تم منعه امبارح من انه يدخل استاد اسماعيليه علشان يتفرج على مباراه الاسماعيلي والاتحاد السكندري اللي انتهت نتيجتها بفوز الاتحاد بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. كابتن حسني عبد ربه كتب على صفحته زي ما حضراتكم شايفين على فيسبوك: الحمد لله رب العالمين، انا كويس، شكرا لكل حد حاول يطمن عليا سواء تليفونيا او رسائل خاصه او كتابيه على السوشيال ميديا، واسف على عدم ردي، شويه ضغط عصبي وارتفاع في ضغط الدم، والحمد لله بسيطه وعدت على خير.
حسني عبد ربه كمان قال انه يعني او كان اتكلم انه في ازمه هي دي اللي منعته من انه يدخل الاستاد استاد اسماعيليه، انه بعد ما دخل من بوابه ملعب الاسماعيلي اتفاجئ بفرد من الامن بيقول له لا انت مش هتدخل، انت مش هتحضر اللقاء، فهنا اضطر انه يمشي، يعني يمشي وما يحضرش اللقاء المباراه ديت بناء على تعليمات مجلس الاداره برئاسه طبعا الاستاذ ابراهيم، وده اللي دفع الكابتن حسني عبد ربه انه يعني يعرض البث المباشر على صفحته الشخصيه على فيسبوك بيوضح فيها حقيقه الامر قبل ما يسيب الملعب، علشان كده يمكن جاله بقى يعني موقف صعب طبعا، وجاله الازمه الصحيه دي. خلينا اخرج من ده سهام ان دايما وزي ما بقول ان النادي الاهلي في حته تانية خالص، ان النادي الاهلي على مر العصور على مر التاريخ عمر ما واحد من ابنائه حتى لو خرج عن الصف عمر ما النادي الاهلي منع احد من ابنائه انه يخش النادي او عمل بانر كده بره النادي ان ممنوع دخول فلان او فلان او فلان. فعايز اقول لك طبعا هو شيء محزن طبعا لحسني عبد ربه نجم الاسماعيلي وعاشق لنادي الاسماعيلي ومنتخب مصر تاريخ طويل قوي، اكيد هو كمان يعني جت على نفسيته ان هو ازاي بيته مش قادر يخش بيته ومنعه نتيجه اختلاف وجهات النظر ما بينه وما بين رئيس مجلس اداره النادي. فعايز اقول لك احنا برضو بنخرج من ده ان النادي الاهلي في حته ثانيه، عمر النادي الاهلي ما انا ما افتكرش انه عمل كده في تاريخه انه واحد من ولاد النادي الاهلي مهما كان مع اي من ابنائه صحيح خالص مهما حتى لو كان في اختلاف في وجهات النظر مع مجلس الاداره، لا الباب دايما مفتوح والبيت الكبير زي ما انت شايفه سهام مفتوح لكل الناس. فانا بقول الرساله طبعا لحسني انت نجم كبير يا حسني وكلنا معاك، اولا الف سلامه عليك وان شاء الله باذن الله انا اعتقد ان حسني عبد ربه هيكون لي يعني هيكون ليه شأن في نادي الاسماعيلي. هي كلها مشاكل صغيره، وبرده نادي الاسماعيلي نادي كبير ونادي جماهيري طبيعي وما ينفعش ان المشاكل الصغيره دي فيه تحصل. انا زي ما بقول لك علشان نادي كبير يا سهام لازم يكون الموقف مختلف، ما يمنعش انا واحد عنده تاريخ كبير في الاسماعيليه وفي منتخب مصر انه يخش بيته. اعتقد ده يمكن خانهم التوفيق شويه مجلس الاداره، لكن انا في اعتقادي ان شاء الله الامور هتمر بسلام، وانا بقول ان حسني عبد ربه اكيد هيكون موجود في نادي الاسماعيلي على مستوى اداري او 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 يعني او على مستوى فني. انت عارفه يا سهام اللعيب اللي متربي في النادي وبيكون لاعب منتخب مصر ومتمسك جدا بنادي الاسماعيلي رغم العروض اللي جات له كتير جدا من انديه كتيره أكيد. بيكون عنده غيره يعني عنده غيره، والغيره ديت بتبقى يعني بينتفض لما بيشوف فرقه بتخسر شكل غير حتى شكل الاداري ممكن هو من وجهه نظره. وبعدين لازم تسمع وجهه نظره يعني ايه المشكله انك تقعد مع كمجلس اداره تقعد مع حسني عبد ربه وتقعد مع الناس مع اللي بتحب النادي وتبداوا تتناقشوا يعني بشكل يليق بنادي الاسماعيلي عشان تحطوا حلول. يعني هو ده اللي يمكن حسني زعله شويه، لكن زي ما بنقول حسني لعيب كبير والنادي الاسماعيلي لعيب كبير، نقول له الف سلامه عليك يعني وبسيطه يعني بالزبط. كل حاجه بتتحل يعني ان شاء الله ان شاء الله. طيب من الاسماعيلي نروح لفريق اسوان اللي طبعا بصراحه عامل شغل كويس جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت مع الكابتن احمد كشري، اكيد اخرها طبعا خساره بصعوبه امام بيراميدز 2-1 في اخر اللقاء، يمكن خلال ساعات تقدم مسؤولي نادي اسوان بطلب رسمي لاتحاد الكوره ضد تظلم رسمي ضد محمود بسيوني ده حكم مباراه الفريق امام بيراميدز في طبعا الجوله 23 للدوري. فاز بيراميدز طبعا بهدفين لهدف، وحضر اللواء احمد سليمان رئيس نادي اسوان الى مقر اتحاد الكوره والتقى مع وليد العطار طبعا المدير التنفيذي للجبلايه، قدم له الالتماس اللي ذكر فيه ان احمد الغندور حكم الفيديو استدعى بسيوني لوجود ضرب الجزاء لصالح اسوان، لكن بسيوني رفض الاستجابه لحكم الفيديو. طبعا اسوان طبعا بيختم طبعا تدريبات واستعدادات ل مباراة اللي جاية أمام فريق طلائع الجيش بكرة إن شاء الله، المباراة اللي هيستضيفها استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري العام. هي المباراة اللي طبعا بيتمنى فيها جهاز الفني والإداري لأسوان إنه يحقق الفوز على طلائع الجيش عشان يدعم كمان موقفه في الدوري وفي جدول الدوري يرتفع أعتقد ممكن أكتر من 3 أو 4 مراكز. كل التوفيق طبعا لكل الفرق المصرية. صحيح، يعني أعتقد إنه التحكيم برضو يعني زي ما بيتقال له ما له عليه ما عليه، بس ما أعتقدش إنه في حكم عايز أو بيبقى يعني
بيتعمد ان هو يظلم فريق. لا وخاصه كده. عارفه اتكلمنا برضو في الكلام ده ان تقنيه الفار لسه جديده صحيح، وهي اللي بتقيم موضوع الالعاب ده. وبرضو انا على فكره برضو الفار، انا يمكن سمعت مهندس عادل القيعي، الفار برضو عليه حد، ما انت الفار ده شخص برضو، فما اعتقدش انه بتوصل لدرجه انه حد يكون متعمد. لا ما فيش تعمد، بس هي العلاقه امتى هي، ودي اتكلمنا فيها، امتى البروتوكول ليه بروتوكول معين أكيد. امتى الحكم الفار اللي جوه ينده على الحكم والحكم يستجيب ويطلع، وامتى في مواقف معينه يكون الفار ليه راي واضح وصريح والحكم اساسي لازم يروح يشوف طبعًا. المشهد ويقرر، يشوف اللعبه اللي عليها جدل. لكن ان الحكم الفار ينده على الحكم الساحه ويقول له لا في حاجه لقطه وما يروحش، ممكن دي يكون عليها علامه استفهام يعني. ممكن يكون عليها علامه استفهام، وده اللي قاله يمكن مجلس اداره اسوان. خلينا برضو نشوف التجربه هتوصل لفين، احنا لسه في اول تجربه. احنا كنا بنطالب بيها نشوف تطبيقها هيوصل معانا الى اي مدى. ان شاء الله هيكون افضل، لان هي اكيد خطوه مهمه برضو يا كابتن أكيد. في الملاعب والجدل اللي بيحصل في موضوع التحكيم ده أكيد. موضوع كبير أكيد. محمد مصلحي، محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، النهارده عندهم فرح يا جماعه، وعندهم صرف مكافآت اجاده للعيبه، لعيبه الفريق بعد ما عادوا خلاص للانتصارات وحققوا الانتصار على الاسماعيلي في عقر داره، 3 أهداف مقابل هدف في اللقاء اللي كان امبارح في ختام الجوله 23 في الدوري. فريق الاتحاد يمكن كان بيعاني كثيرا جدا عقب عودة النشاط الرياضي بعد طبعا فيروس كورونا، ومحققش أي انتصار في أي مباراة خاضها، واكتفى أنه يحقق تعادل فقط في المباريات اللي يعني جمعته مع أي فرقة، وخاض يمكن خاض مع الزمالك، خاض مع الإسماعيلي ووادي دجلة وحرس الحدود، وده اللي أدى يمكن وجود حالة من القلق، نوع من القلق عند جماهير اسكندرية. لكن النهاردة الفريق بينجح في العودة مرة تانية على حساب الدراويش، وبيحتل النهاردة كده خلاص يعني المركز الخامس بجدول الترتيب في المسابقة، خلاص قرب من المربع الذهبي. لا طبعا أكيد، وطبعا ترتيب الاتحاد يليق باسم نادي الاتحاد وجماهير نادي الاتحاد، هو في المركز الخامس، ويستعد طبعا لمواجهة طنطا بعد بكرة الخميس في الجولة الـ 24 من الدوري. من الناحية التانية طبعا الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد فوجئ بقرار إحالته هو شخصيا للجنة الانضباط، خاصة انه ما قالش اي تصريحات خالص، مضيفا انه في تصريحاته حتى التصريحات التلفزيونيه، احنا عارفين ان الكابتن طلعت يوسف دايما متزن في تصريحاته ودايما بيتكلم بعقلانيه وبهدوء شديد جدا، ده معروف عن الكابتن طلعت يوسف. لكن طبعا انه حزين طبعا لاحالته للجنه الانضباط، وزي ما بيقول خاصه ان هو ما قالش اي تصريح يعني رسمي ومنسوب ليه على اي مواقع من المواقع، لكن طبعا هنشوف الفتره الجايه هيحصل فيها ايه. نروح لطبعا طنطا، ابناء السيد البدوي طبعا بيتمنوا فريقهم يعود تاني للانتصارات من جديد بعد سلسله من النتائج السلبيه جدا طبعا من خلالها ادت لرحيل الكابتن ايمن المزين، وبعديه طبعا الكابتن محمد صلاح، عشان طبعا يتم اسناد مهمه القياده الفنيه للكابتن احمد سامي المدير الفني طبعا السابق لطلائع الجيش وفريق النجوم. قال احمد سامي المدير الفني الجديد لفريق طنطا انه وافق على تولي القياده الفنيه لابناء السيد البدوي رغم الصعوبات الكبيره وموقفه بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وقال كمان انه تلقى اتصال من جانب فايز عريبي، ده رئيس نادي طنطا، وهو اللي خلاه يوافق على قبول المهمه. احمد سامي كمان قال ان موقف طنطا صعب جدا، لكن هيكافح وهيشتغل وهيحفز اللعيبه باستمرار للاستمرار والبقاء في الدوري الممتاز، وقال انه قال اول مران مع الفريق النهارده مع فريق طنطا، وهدفه اكيد اسعاد الجماهير وانقاذ الفريق من صراع الهبوط للقسم الثاني. وزي ما احنا عارفين طبعا ان مجلس اداره طنطا قرر تعيين احمد سامي مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي بعد الاتفاق اللي مع الكابتن محمد صلاح على الرحيل، وكان الاتفاق ما بين الطرفين. يعني احنا عارفين ان فريق طنطا بيعاني جدا جدا الفتره اللي فاتت، هو دلوقتي في المركز الاخير في الجدول عنده 16 نقطه بعد 23 مباراه، فاز في مباراتين بس، تعادل في 10 وخسر 11 مباراه، حتى السجل التهديفي قليل جدا يمكن 15 هدف وتلقت شباكه 34 هدف، فموقف صعب جدا جدا لطنطا. نتمنى طبعا التوفيق لنادي طنطا لانه نادي جماهيري، نتمنى طبعا التوفيق للكابتن احمد سامي لان المهمه صعبه جدا يعني مهمه فعلا. بس هو مدرب جيد يعني، ما هو مدير فني جيد، افتكر هيكون وفرق مع الدوري وفرق في طلائع الجيش،
ويعني فكل التوفيق ليه طبعاً يعني. كل التوفيق. لان عايز اقول لك على حاجه يا كابتن، مش كل المشاكل متعلقه دايما بالمدير الفني والجهاز الفني، في عوامل تانية هي اللي بتحقق يا الفشل يا النجاح. ده حقيقي، ده حقيقي، بس دايما كتير. هو يبقى الموضوع الاسهل بالنسبه للاداره هو يعني اقاله او استقاله المدير الفني، لكن خلينا نشوف طبعا، نتمنى له التوفيق. وعلى المستوى يمكن طنطا مستوى كانوا بيقدموا كوره حلوه قوي، يمكن بعد ظروف كورونا والغيابات لبعض الاصابات وما كانش في تذبذب في المستوى والنتائج، لكن كل التوفيق طبعا لطنطا وكل التوفيق لانديه الدوري الممتاز. طيب هنتنقل للاخبار العالميه، وزي ما احنا متعودين كل يوم دايما البدايه معانا من برشلونه، برشلونه اللي فيها جدل بسبب نجمه راحل ليونيل ميسي. النهارده اليوم الثاني على التوالي ميسي بيغيب عن تدريبات برشلونه بعد ما اخطر النادي الاسباني انه مش مكمل معاهم. النهارده غاب وامبارح غاب عن تحليل كمان فيروس كورونا اللي يعني اتعمل للعيبه، وده تاكد منه خلاص انه قرار رحيل ميسي هو قرار نهائي لحد دلوقتي. لحد دلوقتي الموقف معقد، برشلونه بيقول انه لو عايز ميسي يمشي يدفع الشرط الجزائي الاول، والاخبار اللي تخص ميسي بتقول انه عايز يمشي مجانا، فايه اللي هيحصل؟ ما حدش عارف يعني. امبارح كان في خبير اللوائح الاجنبي اللي كان بيقول لك لا، العقد واللي عمله ميسي في صالحه، مش عارفين ممكن برشلونه يبقى له كلام تاني. وطبعا كل طرف بيحاول بقدر الامكان ان هو يتمسك يعني ميسي بيتمسك انه بمجرد انه بعت الجواب انه لازم يمشي فري. طبعا على الجانب الاخر برشلونه لا، بيقول ان عايز تمشي لازم تدفع الشرط الجزائي. فالموضوع مش هيعطل يعني، ميسي طبعا مش موجود كده كده ببرشلونه خلاص، والموضوع منتهي ان هو يرجع تاني. اعتقد الموضوع بقى مستحيل، هو بيتعاقد مع المان سيتي بشكل رسمي، لكن طبعا هي موقف الشرط الجزائي، هل هيدفع الشرط الجزائي قانونا او هيكون الانتقال ترانسفير فري. ده اللي هنشوفه ان شاء الله الفتره اللي جايه. وعلى نفس ما افتكرش ان هو هيتوصل بيه المرحله انه يدفع الشرط الجزائي، اكيد ليها مش ميسي اللي بيدفع، لكن هو اكيد يعني بس ما افتكرش ان ده هيحصل يعني. هنشوف يعني كل دوت هنشوفه ان شاء الله الفتره اللي جايه. لكن النهارده كمان الهولندي رونالد كومان طبعا مدير الفني لبرشلونه معاه الجهاز المعاون الجديد بالكامل، النهارده بيتمرنوا. الموقع الرسمي طبعا لبرشلونه قال ان الفريد شرويدر ده هيكون مساعد كومان، طبعا فيما سيتولى السويدي هنريك لارسون ده لاعب برشلونه طبعا السابق مهمه تدريب، هيبقى مدرب مساعد لكومان، كما يتواجد كل من البرت روكا ودانيال روميو وبارتيرا كمدربي لياقه، دول الفيتنس ترينر، وخوزي رامون دي لافيتي ده مهم التدريب حراس المرمى. ده الجهاز الكامل لكومان. اعتقد كمان كومان عنده مشكله كبيره النهارده زي ما احنا شايفين قدامكم، يعني طبعا ده الجهاز كاملا، جهاز الفني لفريق برشلونه للموسم القادم اللي في اعتقادي هيواجه مشكلات كبيره جدا وملفات مفتوحه كبيره جدا. كومان يمكن استغنى عن تدريب المنتخب الهولندي في سبيل انه يرجع تاني لبرشلونه، لكن يعني انفجرت القنبله في وشه زي ما بيقولوا برحيل ميسي وبعديه سواريز طبعا ونجوم فيدال على سبيل المثال وتجديد بعض اللاعبين في مشاكل. فاعتقد في مشاكل كبيره جدا جدا بتواجه كومان، لكن هنشوف كمان برشلونه رايح لفين بعد ميسي والفترات اللي قضاها اكتر من 20 سنه موجود ميسي في برشلونه، ونشوف ان شاء الله الامور هتوصل لفين بالنسبه لفريق برشلونه ان شاء الله. كريس مولينج مدافع مانشستر يونايتد النهارده قرر بشكل نهائي انه ينضم لروما، روما الايطالي، وانه خلاص مش هيرجع الدوري الانجليزي مره ثانيه. سمولينج لعب الموسم اللي فات كان معار من مانشستر يونايتد ولروما ورفض عروض مختلفه من البريمير ليج علشان يرجع لانجلترا مره ثانيه. المفاوضات بدات ما بين روما ومانشستر يونايتد خلال ايام، وخلاص سمولينج ممكن يكون لاعب في روما بشكل نهائي، لسه هنشوف يعني. هي كيميا طبعا ترانسفير ماركت دلوقتي في حرب طبعا، حرب ترانسفير ماركت وانتقال اللاعبين وخاصه اللاعبين الكبار على سبيل المثال سوارز. يمكن معلومات جامده جدا من وسائل الاعلام الاسبانيه وكمان الهولنديه ان في تفاوض جدي جدا لانتقال طبعا سواريز الى اياكس الهولندي. احنا عارفين طبعا هو كان اصلا موجود في اياكس ولعب ليه فترات طويله، ان اياكس كمان
بيحاول انه يدعم صفوف فريقه بشكل قوي جدا جدا استعداد للموسم اللي جاي، وحاطط عينه على اكتر من لاعب عندهم خبرات شويه، يعني لعيبه كبار في السن. احنا عارفين ان اياكس من الفرق على المستوى الاوروبي بتتميز باللعيبه صغار السن، بيطلعوا لعيبه صغيرين جدا في السن، لعيبه مميزه جدا، فهم كمان حابين ان هم كمان يكون في عنصر الخبره موجود. سواريز لازم يكون موجود في يعني مفاوضات جاده جدا جدا مع سواريز ان هو ينتقل لاياكس. كمان عندنا تقرير دلوقتي، كمان فريق الاعداد عمل تقرير عن مفاوضات اياكس مع سواريز، نشوف ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. تكهنات كثيرة تدور حول مصير نجوم برشلونة الراحلين عن الفريق الإسباني الكبير في عهد الهولندي رونالد كومان. وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية وجود مفاوضات بدأها نادي أياكس أمستردام الهولندي عن طريق مديره الرياضي مارك أوفرمارس لإقناع الأوروغواياني لويس سواريز بالعودة إلى كبير الأندية الهولندية. سواريز سبق له اللعب بقميص أياكس خلال الفترة من أغسطس 2007 وحتى يناير 2011 قبل أن يتم انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي ومنه إلى برشلونة مطلع موسم 2014-2015. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النهارده بيبحث عن حلول مع السلطات المجرية بسبب إغلاق الحدود الخاصة بدولة المجر قبل فترة قصيرة جدا على موعد مباراة السوبر الأوروبي اللي المفترض تكون في بودابست عاصمة المجر. طبعا المجر قررت ان هي تغلق حدودها بعد ما تزايدت فيها إصابات فيروس كورونا، والمفروض ان السوبر الأوروبي بيتلعب في المجر يوم 24 سبتمبر ده. الاتحاد الأوروبي لحد دلوقتي بيأمل انه خلال الاسبوعين اللي جايين تتغير الامور دي علشان البايرن واشبيليه طبعا يلعبوا طرفي السوبر الأوروبي، يلعبوا طبعا المباراة في ميعادها، لكن مش عارفين هل المباراة ممكن تتنقل لبلد تانية. ده هو طبعا موقف صعب، لكن في خلال الاسبوعين اللي جايين طبعا مباراة السوبر الأوروبي مباراة كبيرة، يعني حامل اللقب تشامبيونز ليج مع حامل بطل الدوري الأوروبي فالنسيا وبايرن ميونخ، ده مباراة كبيرة، لكن هنشوف الفترة اللي جاية. يمكن كورونا بتتدخل طبعا يعني اكيد لكن هي المتحكم دلوقتي طبعا، يعني هو مصلحة طبعا مصلحة الناس، وقفلوا الحدود طبعا تزايد الاعداد فقفلوا الحدود شوية، لكن ان شاء الله ممكن بس خلال المباراة قربت يا كابتن لكن خلال ممكن اسبوع او 10 ايام ممكن اعتقد ممكن الامور تبقى افضل. يعني نروح لكومان، طبعا احنا عارفين كومان كان من احد اسباب ومن اللعيبه الاساسيه في بايرن ميونخ اللي كان ليه طبعا الهدف التتويج ببطوله الشامبيونز ليج السنه دي، يعني قال واعترف انه من الصعب انه يرجع باريس سان جيرمان تاني، يعني في ظل وجود خاصه في ظل وجود نيمار هناك. كومان قال في تصريحات ابرزتها صحيفه ديلي ميل ده البريطانية، العوده الى باريس اعتقد معقده اذا كان نيمار موجود بالجبهه اليسرى، ويكاد يكون من المستحيل، باريس ليس في خطتي المهنيه. طبعا كومان بدا كره القدم من اكاديميه باريس سان جيرمان في 2004، لعب اول مباراه رسميه مع باريس سان جيرمان في بطل فرنسا في 2013، وعارفين ان هو كومان ظهر بشكل اكثر من رائع، هو ايضا من اكاديميه باريس سان جيرمان، وانتقل طبعا نتيجه ما خدش فرصه طبعا مع وجود نيمار في باريس سان جيرمان، قال لا انا مش هاخد فرصه نهائي، وانه هو كمان البلان بتاعه ان هو مش عايز يرجع باريس سان جيرمان في الوقت دوت، وهو فعلا ظهر بشكل اكتر من رائع في بطوله اوروبا اللي فاتت مع البايرن، واعتقد ان هو البايرن كمان مش هيسيبه، يعني لعيب صغير في السن اعتقد ان هو من مكاسب كبيره جدا جدا للبايرن في الفتره اللي جايه. هو لعيب استحق طبعا الرهان عليه، هو اللي جاب لهم دوري ابطال اوروبا. ف صحيح. يعني النهارده او دلوقتي خلصت فقره الاخبار، هنروح لفاصل قصير جدا، وبعد الفاصل البيت الكبير واولى فقرات البيت الكبير مع الاستاذ عصام شلتوت مدير تحرير اليوم السابع وكابتن هيك.